أذهب مباشرة مشاهدينا إلى مراسلنا في المنطقة الشرقية زميلنا أحمد الحمدوش، حياك الله وكل عام وأنت بخير. آخر التطورات أيضا الميدانية وخاصة الاستهداف لتنظيم داعش الإرهابي في أكثر من نقطة وخاصة غرب الفوج 137 وباتجاه تلة الصنوف، تفضل أحمد. نعم طيب العبد، كل عام وانت بخير. تحياتي لك ولمشاهدي الاخباريه السوريه. بالامس حاولت وحده مجموعه من تنظيم داعش الارهابي التسلل باتجاه نقاط الفوج 137 في من اتجاه الجهه الغربي للفوج بالضبط عند معمل الغاز، ولكن تصدت وحدات من الجيش العربي السوري وقضت على 11 ارهابي من المجموعه وجرح عدد اخر، اضافه الى ان وحدات من الجيش ايضا وجهت ضربات لعناصر تنظيم داعش الارهابي. تركزت هذه الضربات في محيط المطار العسكري وقريه البغيريه وحي الحويقه ايضا غرب تله الصنوف في محيط الفوج 137. اوقعت هذه الضربات اعداد كبيره من الارهابيين بين قتيل وجريح. طبعا تنظيم داعش الارهابي زميل عبدو دائما كلما تلقى ضربات من الجيش العربي السوري و يعني يحاول في ضرب المدنيين في احياء مدينه دير الزور. بالامس اسقط عدد من القذائف حول حي الجوره والقصور في مدينه دير الزور، ادى الى ارتقاء عدد من الشهداء وعدد ايضا من الجرحى، تم نقلهم الى مشافي دير الزور. طبعا الاخباريه السوريه تواصلت مع مدير صحه دير الزور، اكد ان غرف العمليات كلها كانت تعمل بشكل جيد، لا يوجد هناك نقص من الادويه و مواد الخاصة بالعمليات الجراحية، وأكد لنا على ارتقاء 14 شهيد من أبناء مدينة دير الزور نتيجة هذه القذائف التي سقطت على حي الجورة والقصور وشارع الوادي. هذا الشارع المكتظ بالمواطنين وخصوصا في أوقات الإفطار كونه الشارع الحيوي في مدينة دير الزور. نعم زميلنا أحمد الحمدوش مراسل إخبارية سورية من المنطقة الشرقية، شكرا جزيلا لك.